حضرتك دائما يعني ما تكرر كلمة الحقيقة لها معنى كبير جدا جدا، بتقول انه هناك دعوات دائمة لتجديد الخطاب الديني، انت ترى انه ما يلزم تجديده هو الفكر الديني صحيح وليس الخطاب الديني، صحيح، على اعتبار ان الخطاب سيكون انعكاس لهذا الفكر. تمام. طب بعض الشرح لهذا الموضوع لانه مهم. الفكر الديني هو الفقه الاسلامي واللاهوت المسيحي. الخطاب الديني ده ان واحد يقف يوعظ، ولما واحد بيقف يوعظ مسيحي او مسلم بيتكلم عن القيم العامه، لكن بيبقى الفقه فقه واللاهوت لاهوت. فاحنا عايزين اللاهوت المسيحي ينظر اليه نظره بحثيه، بحيث انه يكون في تقبل للاخر برغم الاختلاف في اللاهوت، وايضا الفقه الاسلامي لازم يكون في فصول في كتب الفقه الاسلامي تقول ايه موقفهم من المسيحيين، مش يعني من يعكس الفكر. يعني يكون في فقه ولاهوت الاخر، يعني ممكن نسميه كل طرف يدرس او يطلع بشكل جيد الفقه على الاخر. ايوه. يعني يدرس ويشوف ايه اللي ممكن نقف فيه مع بعض، ايه اللي ممكن يكون متقارب مع بعض مشترك ونأكد عليه. مشترك. هو اللي بيحصل في الوقت ده او من السبعينات لغايه دلوقتي انهم بيعملوا ابحاث، بس في ايه، في المختلف، ايه اللي مختلف عن اليهود، ايه المختلف عن المسيحيين. يعني علينا ان نبحث باختصار مثلا عن الأرضية عوامل المشتركة. التقارب. أيوة. الأرضية الفكرية المشتركة. وعندما يتغير هذا الفكر تعتقد حضرتك أن الخطاب الديني أكيد. سيتغير؟ أكيد، لأنه أنت لما بتغيري الفكر، هذا الفكر بيدرس في الأزهر وبيدرس في كليات اللاهوت والإكليريكية، فبيطلع جيل جديد، بيطلع جيل جديد مختلف لأنه فكره اختلف. وده لما بيوصل بقى اكيد هيوصل للمدارس، في برامج الدين اللي بتعطى في المدارس وفي الجامعات وفي الثانوي. فكده احنا بنغير من الاساس، لكن تغيير الخطاب ما هو لغايه يعني دلوقتي الخطاب هيبقى دائما مرتبط بالفكر، فلابد ان يكون الفكر هو الهدف في التغيير.